اول اكله هنعملها حاجه هتكون شوربه. الشوربه بطبيعتها حاجه مشبعه، فالشرب الشرب كلها بتعتبر اكله كويسه لان بتملى فراغ. احنا جزء من شعورنا بالشبع ان الفراغ بتاع معدتنا يتملي، وده السوائل كلها بتعمله. ايه ممكن يملى الفراغ احسن من حاجه؟ اساسها ميه، الاساس ميه. فاحنا نعمل شوربه دلوقتي، كل مكوناتها لطيفه جدا، طعمها حلو. تخيلوا احنا اول حاجه هنحطها، اولا انا حاطه شويه زيت زيتون. انا مش كتير بستخدم زيت الزيتون، بس عارفه امتى استخدمه وامتى هيبقى حلو. الحاجات اللي هي شويه الوصفات اللي هي ميديترينيان شويه او بتاعت بحر متوسط مكوناتها وكده بتبقى حلوه قوي بزيت الزيتون. طيب هنا احنا بصلايه، ايه تاني؟ هنحط بصلايه. الشوربه دي شوربه فيها طماطم، ما هي شوربه طماطم عاديه. البصل ده هيعلي قوي طعم الطماطم، يعني هنعمل هيبقى طماطم على شويه البصل اللي هيبقى طعمهم مسكر دلوقتي لما نديهم سواهم حلو على نار مش عاليه قوي، فياخدوا وقتهم ان هم يكرملوا ويطلعوا طعم حلو. هحط عليها ايه؟ هحط عليها عصير طماطم، وهحط عليها مكون فظيع سحري. ايه بقى ده؟ توم مشوي. احنا عملنا حلقه قبل كده زمان عن التوم المشوي. التوم المشوي او التوم بعد ما بيتشوي ما بيبقاش توم، بيبقى حاجه اشبه بالبونبون، يعني بيبقى مسكر وطعمه مختلف خالص عن التوم التوم الني. فبصوا بقى انا هعمل ايه، هبتدي، بس ده ياخد وقته شويه، وهبتدي. انا شويت راس التوم كامله، وهبتدي ادوس كده واطلع واحده واحده التومات اللي احنا شويناها. بصوا، وكل الحاجات اللي احنا عايزين نرميها دي هنرميها هنا علشان هنفضل نفصل الحاجات العضويه، الفضلات العضويه عن الفضلات اللي مش عضوية. طيب تمام، اديها ثواني تاني عشان بس اوصل بالجزر للون بالبصل للون حلو. طيب هنحط ايه في الوصفة دي، وليه احنا اعتبرناها وصفة يعني تبع الحاجات اللو جلايساميك؟ اولا مش هينفع نتكلم عن وصفات فيها لحوم خالص، لان اللحوم اساسا ما فيهاش نشويات، فاحنا بنتكلم عن الحاجه اللي بيعلي السكر في الدم هو السكريات، النشويات اللي منها جزء منها السكريات، فمش هنتكلم عن اللحوم. فاحنا بنتكلم عن الحاجات اللي اساسا هي نشويات، بطاطس، عيش، سكر، ايس كريم، شوفان، عسل، موز، كلها حاجات سكريه ونشويه. فموضوعنا الحلقتين دي واللي جايه ما عندناش لحوم. ايه بقى الحاجات اللي هي فيها نشويات بس نشوياتها لو جلايسيميك؟ الحبوب، قمح وشعير وشوفان، البقول. واحنا عاملين يعني في وصفه هيبقى فيها حمص، في وصفه تانية هيبقى فيها برغل، البرغل من الحبوب، قمح. طيب نحط دلوقتي، بصوا لون البصله وصل الحاجه اللي احنا تقريبا عايزينها، اللي هو داخل على ذهبي، يعني هو ده اللون اللي احنا عايزينه. عايزه اوطي النار. طيب ونحط عليها ده اهو، الله فظيع. مش هدوس عليه، هدوس عليه بنفسي، مش هجيب حاجه. انتوا متخيلين دلوقتي الطعم عامل ازاي جوه؟ احنا لسه ما عملناش حاجه، بس هو الطعم يعني بصل والثوم ده اتظبطوا خلاص الدنيا. لا خليني اهرسه شويه.
ولا حته. بصوا الثوم ده غالي عليا، مش هضيعه يعني، هاخده كله مش هضيع ولا حاجه. طيب نبتدي بقى نحط ايه؟ نحط طماطم. هو ده. خلينا نحط ده ونكمل بالمره، مش هنعملها، هي مش شوربه طماطم، فهي مش كلها عصير طماطم، هنكمل بمرقه عاديه خالص، مرقه خضار او لحمه او فراخ، يعني ما افضلش لحمه، خضار او فراخ. ده هعمل فيه ايه؟ انا من تجربه بقالي كتير يغلي، بس هحط فيه شويه، لا بس اكيد انا هفرمه مش هحطه صحيح كده، شويه زعتر وشويه روزماري. بصوا فرمايه سريعه. بصوا كده. يلا. في اي حاجه تانية انا عايزه اضيفها دلوقتي؟ عموما خلينا نخلص الشوربه دي ونبتدي في وصفه تانية. اخر حاجه ان انا بس احط الحمص ده مسلوق اوريدي، فمش محتاجه احطه من بدري، هو بس دقيقه كده معاها.